اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا الاخيره دائما بتكون مع كواليس المونديال مع اتنين من نجومنا في التحليل العالمي. النهارده هنتكلم عن كاس العالم وايه اللي بيحصل في كاس العالم ورؤيتهم لما هو قادم في كاس العالم. خلوني ابدا باحمد مجدي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام، كله كويس زي الفل الحمد لله. محمد مصطفى ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام، كله كويس الحمد لله. خليني ابدا وكالعاده بتقرير لاهم اخبار المونديال عشان نعرف اهم الكواليس اللي حصلت في قطر. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد مجدي، خليني ابدا بس الاول بشكل عام، ايه رايك في اداء المنتخبات في المونديال حتى الان بعيدا عن الثمانيه الكبار؟ بقى انا بتكلم على الفتره اللي فاتت. يعني النسخه من على الصعيد الفني يا كابتن نسخه قويه جدا. المستويات المستويات كانت متقاربه لدرجه كبيره، حتى الفوارق اللي حتى بين الثمانيه وبقيه المنتخبات ما كانتش كبيره غير في بعض المباريات، مثلا زي اسبانيا وكوستاريكا، زي ماتش البرتغال وسويسرا ايا كانت ملابسات واللي كان بيتكلم عنها انجلترا وايران، انجلترا وايران على سبيل المثال. ولكن فيما بعد ذلك حتى المنتخبات اللي تعرضت لهزائم ثقيله، المنتخبات دي اتعرفت بعدين تحسم مصائر مجموعتها. زي كوستاريكا كان عندها امل في جون واحد لحد ما تتاهل، تونس كان عندها امل في جون واحد من ماتش الدنمارك لحد ما تتاهل، ايران كان عندها امل، كان الفرصه في رجليها لحد ماتش امريكا الاخير. صحيح، كل دي كانت فرص. اوروجواي كمان، الاوروجواي كمان اللي كانت بدايتها سيئه جدا في اول ماتشين، كانت الفرصه بايديها لو جابت جون واحد في ماتش غانا كمان كانت هتتاهل. فحتى الفرق اللي ما مرتش ببطوله كويسه كانت في اوقات قادره ان هي تتاهل على حساب منتخبات كبيره جدا وصلت لدور 16 ودور الثمانيه. طيب برضو محمد، عايزك تقول لي اهم المنتخبات او اهم افضل المنتخبات من وجهه نظرك حتى لو لم تصعد الى دور الثمانيه. في دور المجموعات كان عاجبني جدا المنتخب الكندي، بس عندهم شويه قله خبره واول يعني تجربه من فتره طويله جدا. الجيل ده مزبوط. جيل صغير، بس الحقيقه انه كان منتخب بيلعب كره مفتوحه ويعد لما هو قادم تيالي اللي عنده بالظبط. عندهم صحيح. في 2026 مونديال المكسيك وامريكا وكندا. وكندا بالظبط. المنتخب الامريكي برضو واحد يعني من افضل النسخ لامريكا في التاريخ، يعني عندهم لعيبه عاليين جدا، ديست وبوليسيتش ووايا، عندهم لا فرقه تقيله قوي، وفرقه برضو هتعمل حاجه في 2026، صغيرين في السن. منتخب عجبني جدا. المنتخب المغربي طبعا يعني لا غبار على انه واحد حقيقي. يعني من افضل النسخ برضو للمنتخب المغربي، وعندهم لعيبه بامكانيات عاليه قوي، والحقيقه انه الركراكي في فتره قصيره جدا قدر ان هو يجمع لعيبه مره ثانيه. زياش اللي كان على وشك انه خلاص يعتزل الدوري او اعلن ده بالفعل بسبب مشاكله مع خليليزيتش، بس قدر يلم الدنيا مره ثانيه ويصعد بالفريق لدور الثمانيه. انجاز تاريخي للعرب، اول فريق عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه. المنتخب الانجليزي بقاله فتره مع ساوث جيت ماشي بشكل كويس جدا، وصل سيمي فاينل كاس العالم اللي فات، وصل نهائي بطوله اليورو، وكذلك برضه في كاس العالم ده ماشي بنفس الخطى ونفس الشكل. عنده سكواد عميق جدا، سكواد قوي في كل مركز فيه 2-3 لعيبه. واحد برضه من الفرق الكبيره جدا. البرازيل افضل نسخه للبرازيل من 2002 2006، يعني بعد جيل رونالدينيو ورونالدو والجيل العظيم ده، البرازيل وقعت سنوات طويله. الجيل ده للبرازيل هو فعلا الافضل، هو الافضل فعلا في البرازيل اخر 20 سنه. طيب الارجنتين بقى يا احمد، ايه رايك في الارجنتين؟ يعني انا بتفق مع كلام كابتن عبد الناصر لما كان بيتكلم انه ماتش السعوديه عمل حافز كبير للارجنتين، كان داخله بلا جديه. يعني خليني اقول لك نموذج الارجنتين هو النموذج اللي سقطت فيه اسبانيا بعدين قدام المغرب، واتضح ده من تصريحات انريكي مثلا لما كان بيتكلم على عز الدين اوناحي، انه ما حضرش، انه ما يعرفش اللاعب ده مين، وانه اتفاجئ بيه في الملعب او اتفاجئ بمهاراته واتفاجئ بقدراته، في حين انه لاعب ال 270 دقيقه في الدور الاول. فالارجنتين سقط في فخ عدم تحضير للسعوديه، عدم فهم السعوديه. انا بشوف في النقطه دي تحديدا، وما اعرفش حضراتكم تتفقوا معايا ولا لا، ان هي عقاب بالزبط. عقاب لما حدث. العقاب جه في وقتها، يعني انا كنت متخيل ان العقاب هيجي بعد مثلا في الدور قبل النهائي، في الدور النهائي ده بالنسبه لاسبانيا، بالنسبه لاسبانيا. لكن العقاب لما حدث في مباراه اليابان كان في المباراه التاليه على طول، دي وجهه نظري بالظبط. وبعدين في فرق برضو، انه لما بتبقى منتخب زي اسبانيا بالنسبه لك منتخب زي المغرب، يعني انت ممكن تكون متفق مع حضرتك انه ممكن يكون تفادى وجود كرواتيا مثلا، ان هو حاول يعني يلعب على فرصه التاهل كتاني مجموعه. ولكن بغض النظر عن كده، بتبقى في مشكله عند بعض المدربين انه داخل، حتى التصريحات اللي كان داخل بيها انريكي البطوله، يا كابتن انا ما كنت شايف انها موفقه، لما انا افضل مدرب في اخر 20 سنه وما فيش مدرب افضل مني. الدخله اللي دخلتها اسبانيا كانت يعني قويه جدا، ولكن كان فيها كتير جدا من العناد حتى في اختيار القائمه. يعني هو
كانت المخاطره بتاع سبب عدم استدعاء سيرجيو راموس، عدم استدعاء تياجو الكانتارا، عدم استدعاء اسامي كتير، انيجو مارتينيز في خط الدفاع، كل دي اسامي خبره كانت تقدر تفيدك في موقف زي ضربات الجزاء دي. يعني موقف زي ضربات الجزاء ده يقدر يفيدك مثلا البرازيل واخده داني الفيس من غير نادي بيلعب علشان حاجات مهمه جدا زي الخبره وزي السيطره على اوضه اللبس، الحاجات دي ما فقدتش اهميتها في كره القدم يا كابتن. البرتغال عندها بيبي الحاجات دي بالظبط الحاجات دي موجوده في بيبي وموجوده في كريستيانو رونالدو مثلا في منتخب البرتغال. ايا كانت مشاكل جلوس رونالدو على الدكه ده موضوع تاني، ولكن عنصر زي بيبي وعنصر زي كريستيانو رونالدو يقدر ينقل لك ارث المنتخب. ما يبقاش القصه كلها في لعيبه ممتازه جدا، جافي وبيدري واليخاندرو بالدي وموراتا وفيران توريس وداني اولمو، محتاجين الارث بتاع بس لو على الكلام اللي انت بتقوله ده، ما هو بوسكيتش ده على ركله الجزاء، بوسكيتش يعتبر اكبر واحد فيهم. ما هي مش كده بقى يعني ممكن يكون بوسكيتس ليه دور اكبر يعني اكبر من فني. احنا كنا اتكلمنا هنا يا كابتن من اسبوعين على قوه منتخب اسبانيا في نص الملعب، وازاي جافي وبيدري بيحموا بوسكيتس. ففنيا منتخب اسبانيا ما كانش ضعيف في اي وقت من اوقات البطوله غير ممكن ال10 دقائق اللي في ماتش اليابان الاخر دول، الا الله اعلم الماتش فلت بارادتهم او غصب عنهم. لا واضحه يعني انا اقدر اقول لك ان هي مش بإرادته. ممكن احساس ان هم احساس ان هم فنيا ما كانوش احسن حاجه، بعيد عن مباراه كوستاريكا، لان ضربه البدايه بالنسبه لكوستاريكا هم قصاد المانيا ما كانوش حلوين، والمانيا يعني عندها مشاكل كبيره جدا قصاد برضه حتى لو فنيا مش كويسين ما يلعبوش بهذا الشكل وبهذا المستوى. ليه؟ لان طريقه لعب المنتخب الاسباني طريقه واضحه، وهي الاستحواذ الاستحواذ الاستحواذ. ان انت ما تستحوذش في 10 دقائق، لكن ال 260 دقيقه اللي قبلها بتستحوذ، وال 90 دقيقة اللي هي حتى ولا ال 120 دقيقة امام المغرب انت مستحوذ طوال المباراة. فيبقى هم ال 10 دقايق دول اللي انت فقدت فيهم حصل فيها تهاون. انا بشوف ان هي المهم خلينا هنكمل كلامنا، ولكن ارقام جديدة تحطمت بعد اسدال الستار عن دور ال 16. تقرير نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. طيب خلينا بقى نتكلم عن او دور الثمانية، ايه اللي هيحصل في دور الثمانية؟ الأول نستعرض مع حضراتكم المنتخبات التي وصلت الى دور الثمانيه. طبعا اولهم احنا بالنسبه لنا المغرب هو رقم واحد طبعا، احنا ما بنشوفش السبعه اللي باقيين الحقيقه. المغرب والبرتغال والبرازيل والارجنتين كرواتيا وكرواتيا وهولندا وفرنسا، هم دول الثمان منتخبات التي صعدت الى دور الثمانيه. انجلترا فرنسا، انجلترا وفرنسا ده ماتش عالمي. ماتش ثم المغرب والبرتغال والهولندا والارجنتين وكرواتيا والبرازيل، دول الثمان منتخبات اللي انجلترا وفرنسا. شايف الماتش ده ازاي؟ يعني طبعا نهائي قبل الاوان. المعلومه انجلترا وفرنسا لم يتواجها ابدا في اي دور اقصائي في التاريخ في اي بطوله فعلا، على كل اليورو وكل كاس العالم اول مره يتواجهوا في اي دور اقصائي عبر التاريخ. أوكي. وده هتبقى مدعاه لاثاره ومواجهه تاريخيه كبيره جدا، وبين قوسين كده اسمها مواجهه الحلفاء على ذكر الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه. فانجلترا وفرنسا انا متخيل اثنين من المنتخبات اللي عندها سكواد متطور عميق قادر ان هو يعني يحدث مفاجات، عنده اساسي وبديل بالفول باور يعني في الاساسي والاحتياطي. فاعتقد مباراه خارج التوقعات تماما، يعني ممكن عنصر بسيط مثلا يحسمها، لان كميه المهارات اللي موجوده يا كابتن في الفرقتين قادر على صنع الفارق. بس انا شايف ان معركه خط النص في يعني الجانب الوحيد اللي تقدر تعانون فيه تفوق انجليزي هو ثلاثي خط النص بوجود هندرسون وديكلان رايس. لو بيلعب اثنين ايه وبيلينجهام قدامهم ولو بيلعب 4-2-4 لما بيبدا بقى بفيل فودن وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، اعتقد ان هو يعني دي مناطق القوه. لكن كل ما يتعلق بالثلث الاخير في الملعب مفيش منتخب في البطوله اعتقد غير البرازيل يقدر يواجه فرنسا. فاعتقد ان هي مواجهه تكون بين يعني مواجهه اسلحه فتاكه بين انجلترا وفرنسا، واعتقد ان هو نهائي مبكر في البطوله. طيب برضو المباريات الاخرى وهنتكلم عنها، ولكن خلينا ناخد الاكثر الاول. مين اكثر ناس جابت ماتش جابت اهداف؟ مين اكثر ناس مررت تمرين؟ طبعا الاسبان، هنروح للاسبان على طول. لكن يعني خلينا نبدا ب يعني حتى الان تم تسجيل 148 هدف، 8 اهداف فقط، وتبقى البطوله دي الاكثر تهديفا في تاريخ كاس العالم. تفتكر ممكن يحصل؟ بتتكلم دلوقتي فاضل 7 ماتشات اعتقد، ماتشين في 4 ماتشات في ربع النهائي، وماتش ثالث ورابع، وماتش قبل النهائي، وماتش النهائي. نتكلم في 7 ماتشات، فاعتقد هيجيبوا 8 جوان، 8 جوان فقط. اصل صحيح ما الماتش ولا ممكن الماتشات كلها تخلص 0-0. تبقى مصيبه. جايين يعلموا على التاريخ. يعني يقول لك لا يا سيدي اصل هي بيني وبينك بطوله تاريخيه في كل شيء بالظبط. فاحنا عشان كده نفسنا ان احنا نشوف
ان شاء الله يعدوا يعني الموضوع. اقوى خط هجوم البرتغال 12، انجلترا 12 برضو ما بعد السته بتاع سويسرا لازم يبقى اقوى خط هجوم البرتغال يعني حقيقي. لكن على الجانب الاخر اضعف خط هجوم المغرب محمد. المنتخب المغربي هو اضعف خط هجوم بس هو اقوى خط دفاع. منتخب يعني مغربي لم يتلقى سوى هدف وحيد وهدف عكسي يعني. ولو لقينا في الاحصائيات الاكثر هتلاقي يا كابتن اسلام انه ياسين بونو مش ضمن اكثر الحراس تصديات. وليه؟ يقول لك ان دفاع المنتخب المغربي قادر يعمل بلوك قصاد اي هجوم. قابل منتخبات كبيره جدا، بلجيكا، كرواتيا، اسبانيا، المنتخبات دي كانت بتقف قصاد رومان سايس قصاد دفاع المنتخب المغربي ما بيوصلوش لياسين بونو. ولكن على الناحيه الثانيه تطوير الشق الهجومي شويه يمكن المنتخب المغربي اظن ده محتاج يشتغل عليه ركراكي، لان قصاد المنتخب البرتغالي لا هو محتاج يسجل، هو محتاج يعني مش بالزبط. كل ماتش هيقدر يوصل لمرحله مصر في امم افريقيا بالزبط. تقريبا يعني هو ده نفس الشكل اللي احنا كنا ماشيين بيه، احنا كل ماتش نتعادل 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 لغايه لما وصلنا المباراه اللي بالظبط. ممكن تكون في اوقات تساعدك، ولكن لا انت محتاج بقى في الادوار اللي زي كده لا محتاج تطور شويه الشق الهجومي، وخاصه ان انت بتضم ما بين صفوفك لعيبه على مستوى الهجومي. حكيم زياش كان ليه جول حلو جدا في ماتش كندا، نصيري سجل جولين، فعندك شويه من اللعيبه اللي عندها المهارات اللي تقدر ان هي تخلص في هجوم المنتخب المغربي. لازم تروح تقول الكلام ده بقى لوليد الاجراكي، بس خلي بالك انت لو قلت الكلام ده لوليد الاجراكي تقدر تقوله؟ لا طبعا. حد يقدر يقول حاجه؟ حد يقدر يعمل حاجه؟ هو مدرب افريقي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه يعني، فما حدش يقدر يقول له الكلام ده، ما حدش يقدر يقول له. ده الاجراكي صاحب افضل انجاز عربي وافريقي ومغربي في تاريخ كاس العالم، اللي وصل لدور الثمانيه هو بيعادل بيه رقم الكاميرون 90 وغانا 2010 والسنغال 2002 بس كلهم ويعالم بقى ويعالم والمغرب نفس بس بعدين خطى دور الثمانيه، بعدين كسر الرقم المغربي بتاع 86 بتاع المغرب. الركراكي يعني انا علشان احنا دلوقتي لازم نهتم بناس يعني على الاقل استكشاف النموذج المغربي. احنا كمان حتى كنادي اهلي احنا كان عندنا مشاكل كتيره مثلا مع مع مع, مع الجامعه المغربيه وفوز الاقجع مثلا في ملابسات ماتش الوداد، ولكن احنا ضروري نشوف الناس دي بتشتغل لمصالح المنتخب. ما كانش عندنا مشاكل، بالعكس الراجل انا امبارح حيته على الهواء. لا صدق لا احنا هو يستاهل. انا بقول لحضرتك ان ده يستاهل التحيه طبعا بغض النظر عما حدث، لا 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 بغض ولكن النظر. هو ازاي بيقاتل على مصالح النادي المغربي حتى لو ما كانش ناديه يعني. هو فوز الاقجع ناديه اللي بينتمي ليه في المغرب ونهضه البركان مثلا. انا امبارح قلت ايه؟ ما عندوش حد يخبي جواب. بالظبط ما عندوش. هل عنده حد يخبي جواب؟ لا بالظبط صح. يعني هل دلوقتي حضرتك شفت حد في المنتخب في الجامعه المغربيه زي ما بيقول اتحاد كره القدم المغربي خد الجواب وطبقه وحطه في الدرج؟ لا طبعا ما حدش عمل كده. الناس ماشيه بتبحث عن مصالح ناديه. يعني خلينا اقول يا كابتن ان سفيان مرابط، سليمه ملاح، وعز الدين قناح اللي هو خط النص حاليا اللي بشهاده كل الناس هو الافضل في البطوله، ممكن افضل ثلاثي في خط النص في البطوله، احسن لاعب وسط الثلاثه دول جايين السنه. يعني سفيان مرابط قال ممكن قديم من 2018 2019 في المنتخب، باقي العناصر لسه مستقدمه السنه دي، لسه السنه دي بس جايين المنتخب معاهم 8 ماتشات و9 ماتشات دوليه. فاعتقد ان في استراتيجيه واضحه بغض يعني حتى لما الاربع لعيبه اتصابوا قبل البطوله فجاب زكريا بوخلال وانا الضروري، لعيبه لسه جايه حالا بتلعب ماتش الدولي الاول ماتش الدولي الثاني. ففي استراتيجيه عامه حتى لو كان هناك اي امور اخرى نقدر نتكلم فيها، مش مجرد مدرب وطني. حتى الركراكي ده، حتى الركراكي عشان الطرح معلش اللي انا بسميه طرح ساذج اللي هو مجرد مدرب وطني جه لا مدرب وطني لعب في راسينج سانتاندير الاسباني ولعب ليه تجربه طويله في فرنسا، خد الرخص بدري، كل الرخص A و B خدها كلها بدري من اوروبا، نزل افريقيا لما درب في افريقيا خد دوري ابطال افريقيا، دلوقتي ده بقى كادر مؤهل يمسك منتخب. هي يعني المساله مش مجرد هات ده عشان وطني وهات دوت عشان اجنبي، المساله ما بتمشيش بهذا. لا بس هل نقدر نقول يا محمد ان في ظل هذه الامور نقدر نقول ان خليل وزيتش له دور فيما حدث؟ لانه طبعا وليد الاكراكي طبعا هو اللي لم هو اللي عمل هو اللي رجع حكيم زياش هو اللي رجع فلان وعلان وترتان وجابهم وعمل البصمه الواضحه لكره القدم المغربيه. ولكن انا بشوف مع ان انا ماليش علاقه ولا اعرفه ولا بحبوش اساسا خليل وزيتش، ولكن احب ادي الحقوق لناس لاصحابها. لا هو مدرب كبير جدا حتى مع المنتخب الياباني كمان مع المنتخب الجزائري 2014 كل كاس عالم كان بيأهل منتخب، أهل منتخب اليابان 2010، أهل منتخب الجزائر 2014 بالظبط ما بيكملش وأهل منتخب المغربي 2018. فهو مدرب عنده خبرات كبيره جدا ومدرب قادر برضه انه يصنع نجوم. هو لعلمك برضه اشرف حكيمي كان عنده مشاكل كبيره جدا في البدايه لو
فكره التجنيس، لا قدر ان هو يستقدمه. وحكيم زياش نفس الامر برضو قبل ما تحصل المشاكل قدر ان هو يستقدمه. في منهجيه شغاله شويه ما بين المنتخب المغربي وما بين خليل يوزيتش، الموضوع ما كانش هوائي خالص بالظبط. وبعدين كمان معلش اسف على مقاطعتك، هيرفي رينار كمان يا كابتن، هيرفي رينار ده اللي يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه لما في استراتيجيه، ان في مدرب زي هيرفي رينار جه 3 سنين خلص مدته بالفشل في كاس امم 2019 اللي كانت في مصر، تولى مكانه وحيد خليل لوزيتش اللي كان بقاله سنه مبطل مع الجزائر وكان عنده امل يرجع الجزائر على فكره، بس نجاح جمال بالماضي ما نجح، فتولى مسؤوليه منتخب المغرب بغض النظر ان في ايادي كتيره مسكت المنتخب المغربي. فضلت استراتيجيه الجامعه المغربيه والاتحاد المغربي هي اللي حاكمه الموضوع، هي اللي حاكمه الموضوع من فوق. هو ده بالظبط. انا عادي جدا ان انا اجيب مدرب واشيل مدرب، يفضل اولا قوام اساسي، يفضل شكل معين للخطه، ما ينفعش زي ما حصل مثلا في ايام الكابتن حسام البدري نقعد سنه ما نلعبش ماتشات، يقللنا في التصنيف، يعمل لنا مشاكل، ينزلنا، يخلينا في الاخر نتحط قدام منتخب السنغال ونلعب مباريات مباراتين صعبين جدا. طب وليه؟ طب ما من الاول اجراء روتيني. اذا كان هناك ترتيب وتخطيط لهذا الامر كان الموضوع انتهى تماما. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مباريات دور الثمانيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقه كل الامنيات الطيبه للمنتخب المغربي ان شاء الله. خلينا نبدا بيه يا احمد، لان انت كنت طالب حاجات معينه تخص يا ريت. انا كنت هتكلم على التصديات بتاعت ياسين بونو. يعني فعلا الكلام بتاع كابتن عبد الناصر، حبيت بس اوري انه الحقيقه كابتن عبد الناصر من الناس اللي بتتكلم كويس جدا جدا. طبعا يعني طبعًا. انا لا يعني خد باله من نقطه يعني بص حركه رجل دي الصوره يعني خلينا نروح ناحيه ثانيه. خلينا نقول انه حضرتك طبعا مسدد كبير في ضرباتك زي كابتن. اللاعب اللي بيدخل بالذات لو مركز في زاويه، لو مركز في زاويه هو بيطرح السؤال على الحارس. لو انا بعلق رجلي وبنيمه بلخبط الحارس. اللي ياسين بونو كان بيعمله ان بيخلي السؤال يروح عمال يتحرك. بص يا كابتن، الاول رجله اللي جوه ديت، شايف حضرتك الرجل الشمال جوه بس ازاي؟ بس انا عايزين نشرح للجمهور الرجل اللي بيرتكز عليها هي دي الصوره 3. ممكن نعرض الصوره 1 بس الاول؟ اعرضوا لنا الصوره 1 يا شباب. 1 وبعدين 2 دي 3 هي بس الارتكاز اللي بيبقى دي الصوره 1. هو بيقف كده يا كابتن، بيقف كده اتفضل، بيبتدي يدير العمليه بعينه في الاول. ايده لحد دلوقتي ما اتحركتش ورجله ما اتحركتش، بس هو ضامن الاول خطوه الخط. اوكي، اي محاوله دلوقتي من المهاجم ده سولير، ده ضربه الجزاء الثانيه، اي محاوله دلوقتي من سولير ان هو يوجه، ياسين بونو واقف عادي خالص. ممكن نعرض بقى الصوره 2، سولير هيتقدم، يبتدي ياسين بونو واحده رجلي اليمين رايحه في زاويه ورجلي الشمال مرتكزه عشان يقول له انا جاهز اترمي في الاثنين، اتفضل انا جاهز اترمي في الاثنين. هيلعب برجله، انا جاهز اترمي في الاثنين. هيلعب بعينه، انا جاهز اترمي في الاثنين. مع سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو بوسكيتس من النوع اللي بيعلق رجله خالص. بص حضرتك واقف ازاي، واقف خالص مفيش بس اي. خلي بالك الكره دي او دايما خلينا نشرح للجمهور، تعالى لي يا سمير لو سمحت عشان نقوله وبعدين نرجع لدي تمام. الكره ما ضيعتش اي ضربات جزاء يا كابتن في تاريخك؟ لا انا الحمد لله ولا واحد. وفي واحده خسر بيها الاهلي كاس مصر 4. لكن انا بتكلم في ايه، انه الكره الرجل اللي بيرتكز عليها حارس، ممكن تعمل لونج شويه بس ايوه، الرجل اللي بيرتكز عليها حارس المرمى، يعني لو حارس المرمى ارتكز كده يبقى هينط كده. صح، ما هو ياسين بونو بيدي الحبل لو عمل كده يبقى هينط الناحيه الثانيه. الصوره اللي هو فارد الصوره اللي هو فارد يعني فاتح، هات لنا الصور الثانيه، الصوره اللي هو فاتح يعني فاتح ايده ورجل للاخر خالص، الرجلين عاملين كده يا كابتن، هو جاهز تماما، هو مرتكز على الاثنين. يعني انا هنط يمين او شمال وجاهز، هو واخد قرار انه هيجري يعني هيترمي على الكوره مثلا باستراتيجيه. يعني لما كان زمان ايام زمان في الكوره قبل ما مساله الخط والسيطره على الخط دي، كان الحارس بياخد الادفانس انه ايه، انه بيتحرك خطوات لقدام هيقفل زاويه. صح، ياسين بونو بياخد الخطوات دي لورا علشان يسد الزاويه بسرعه عشان يطير لابعد مسافه من الزاويه. فالتكنيك اللي عمله سواء بالعين او بالايد او بالرجل بيطرح السؤال على اللاعب مش العكس. احنا على فكره بنتكلم على بابلو سرابيا نازل الدقيقه 119 يسدد ضربه الجزاء، وهو ما بيضيعش سرابيا، هو واحد من افضل مسددين ضربات الجزاء في العالم. اتعامل مع ياسين بونو في اشبيليا لان هم تزاملوا في اشبيليا قبل كده. سولير ما ضيعش تقريبا ضربات جزاء من 3 أو 4 سنين مع فالنسيا في الدوري الاسباني. سيرجيو بوسكيتس عنصر خبره كبير، يعني حتى التلاعب بسيرجيو بوسكيتس هو النهارده واحنا بنسمع الاخبار اهي من الاول اهي برضو يا دي واحد علشان دي واحد ماشي. اثنين ده بوسكيتش او لا لسه سولير اهو بدا ياخد قرار اهو بدا ياخد قرار هيمهد ان هو يطير في زاويه. بص الثالثه بقى، شايف الثالثه حضرتك بدل ما تفهمش هو فين دلوقتي الزاويتين في ما تفهمش هو فين، هو قادر يطير دلوقتي هنا وهنا.
فخلاص هو طرح السؤال عند المهاجم، طرح السؤال عند المهاجم. خلينا نقول ان بونو بشكل عام يا كابتن نسبه تصديات ضربات الجزاء في الدوريات الخمسه الكبرى من اكثر الحراس في العالم، 26%. ياه 26% تصدي ضربات الجزاء، ده رقم كبير جدا. 13 ركله جزاء من اصل 50. هو على فكره ثاني حارس في التاريخ ما يدخلش فيه ضربات جزاء في دور اقصاء، ضربات ترجيح في دور اقصائي في تاريخ كاس العالم. أوكي. بعد حارس اوكرانيا 2006، ودي دول المرتين الوحيدتين من سنه 1982 لما بدا تطبيق ضربات الترجيح في كعنصر فارق في الادوار الاقصائيه. اوكي. فاللي عمله ياسين بونو يعني اعجاز، اعجاز بالمعنى الحرفي، بالذات لما يكون قدام منتخب يعني اوكرانيا دي كانت بتعملها مع سويسرا تقريبا او مع اسكتلندا. لكن ده منتخب كله بيشوط ركلات جزاء يا محمد بشكل رائع جدا. فبالتالي يستحق الحقيقه كل المنتخب المغربي كاملا يستحق التحيه على ما انجزه. الحقيقه زي ما محمد صلاح علم العرب والمصريين والخليجيين وكل من له صلة بكرة القدم أن طموحك تقدر تروح بيه لأبعد حد، أعتقد أن المنتخب المغربي استطاع أن هو يضع هذا الأمر في نفوس كل الناس أو معظم الناس، لأنه الحقيقه دلوقتي المنتخب المغربي في منطقه تانية وفي جزء اخر. طبعا طبعا. والارتقاء الكبير اللي موجود النهارده في تصنيف الفيفا للمنتخب المغربي ده بيقول لك انه زي ما احنا اتكلمنا انه في استراتيجيه شغاله عليها الجامعه المغربيه، زي ما محمد صلاح قال هي فكره منتلي، هي بس دماغك، المنتاليتي بتاع دماغك ازاي ان انت تقدر ان انت تحركها وتعرف ان انت تقدر ان انت تنافس اكبر الناس واكبر المنتخبات في العالم، بس المهم ان يكون عندك استراتيجيه شغال بيها وعندك علم وتقدر ان انت يعني تصبر على نفسك عشان تقدر ان انت توصل لمكانه كويسه جدا. صحيح. المنتخب المغربي في 2018 كان يقدر ان هو يتجاوز دور المجموعات، ولكن الامور كانت اصعب وقتها، والامور كانت صعبه جدا في ظل مجموعه ايران واسبانيا والبرتغال، وتعادل وقتها مع المنتخب الاسباني 2-2. النهارده بيتكرر نفس الامر مع المنتخب المغربي، ولكن كان معاه التوفيق بقى قصاد المنتخب البلجيكي والفوز امام المنتخب البلجيكي ثم التالق كمان امام المنتخب الكندي، قدر ان هو يعني يتصدر مجموعه فيها بلجيكا وفيها كرواتيا فرقتين واكتر كمان. منتخب بلجيكا كان مرشح بالظبط، مرشح ان هو يتوج باللقب. صحيح. ان هو يقصي بلجيكا وانه يصعد اول في المجموعه دي، ويشاء الظروف بقى ان هو بيروح يقابل اسبانيا، ما بيقابلش لبنان تاني المجموعه، ده بيقابل. صحيح. اسبانيا كمان واحده برضو من الفرق المرشحه للتتويج بالبطوله ويفوز عليها بالاداء والشكل ده، ان ما فيش كرات خطيره بتيجي على مرمى ياسين بونو باستثناء كرتين او ثلاثه في الاخر، ولكن قدر ان هو يشكل خطوره كبيره جدا على مرمى سيمون، والتالق الكبير في ضربات الترجيح اللي برغم ان انريكي بيتكلم قبل كاس العالم انه بيتكلم ان اللعيبه كل واحد فيهم يتدرب على 1000 ركله جزاء، ولكن في النهايه 3 ركلات جزاء بيضيعها من المنتخب الاسباني امام ياسين بونو المتالق جدا. طيب على الجانب الاخر البرتغال، يعني برضه حطوا لنا شباب المباريات اللي هتتلعب في دور الثمانيه، علشان كرواتيا والبرازيل وهولندا والارجنتين والمغرب والبرتغال وانجلترا وفرنسا. البرتغال الحقيقة شفنا برتغال نسخة مختلفة تماما بدون كريستيانو رونالدو من بداية المباراة، شفناها أفضل يا أحمد من ما سبق يعني في هذه البطولة. طبعا أفضل مباراة، الاعتماد على جونسالو أو جونكالو يعني على حسب البرتغالي بيقولوا ازاي، وراموس أو راموش لأن البرتغالي بيقولوا راموش، بس أيا كان المهاجم ده 21 سنة في بنفيكا بيلعب رابع ماتش دولي ليه، وعنده أربع ماتشات، عنده أربع أهداف دولية منهم الثلاثة اللي جابهم في مرمى سويسرا. المنتخب البرتغالي عنده ميزه هترهق المغرب لو لعبت بنفس الاسلوب يا محمد. ال 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 اسبانيا ان كانت بتدور الكوره كتير وبترهقك وبتفرض عليك رتم سريع واداء بدني عالي، بس ما كانش عندها الا لما نزل الفارو موراتا في الشوط الثاني فعلا بدات تشوف انياب شرسه المنتخب الاسباني. لما عندك سترايكر جوه ال 18 ده معاكس تماما في البرتغال. البرتغال أوكي. عندها اكتر من هداف، دي المشكله اللي لازم وليد الرجراجي يعمل حسابه انه لو فعلا عمل نفس الشيء في ماتش اسبانيا هو هيكون معرض لخطوره كبيره. عندك مشكله كبيره على فكره. عنده لياو. انا 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 يعني بوافقك في هذا الراي، لانه انا متخيل ان البرتغال اقوى كتير بطريقه لعب المنتخب المغربي لو لعبها امام البرتغال، فالبرتغال هيبقى اقوى كتير من اسبانيا امام البرتغال. صح. هو غامر كمان الرجراجي، غامر مغامره ربنا نصفه فيها في الاخر، بس يعني دلوقتي عندك غانم سايس اتعرض لاصابه وكمل الماتش بمسكن، مرابط نفسه لعب الماتش اللي فات ومصاب، طلع من الماتش كله. سفيان مرابط متاثر جدا، لان انت بتتكلم في 1100 تمريره تقريبا طول الماتش وانت بتجري حوالين الكوره كتير جدا. الضغط الفردي صعب جدا مع لعيبه اسبانيا، يعني شفنا الثنائي اناحي واملاح، ولما نزل الصبيري في الشوط الاول اضافي، حتى شديره المهاجم راس الحربه كان بيرجع لحد منطقه الجزاء يدافع. صحيح. التفوق، انت لما تحط البرتغال
قريب جدا لمنطقه الجزاء. لا هيتصرفوا هيجيبوا جوان. الدكه دلوقتي كريستيانو رونالدو، يعني هو الدكه كريستيانو فشوف الباقي عامل ازاي. في لياو وفي جونسالو راموس وفي عناصر تهديفيه ممكن تمثل. عموما كل التوفيق للمنتخب المغربي، كلنا سننتظر يوم الجمعه المباراه ولا يوم ايه؟ يوم السبت. يوم السبت المباراه، كلنا هننتظر السبت الساعه 5 ان شاء الله. 120 مليون مصري هيتفرجوا على هذه، اعتقد يعني الوطن العربي كله، الوطن العربي كله صحيح على رايك عايز يتفرج على هذه المباراه. كل التوفيق لمنتخبنا، للمنتخب المغربي ومنتخبنا بالفعل، كلنا في ظهره ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايضا نروح بقى لمباراه كرواتيا والبرازيل. كرواتيا والبرازيل مباراه مهمه ومباراه صعبه في نفس الوقت، ولكن المستوى اللي ظهر عليه المنتخب الكرواتي مش عارف يعني، انا مش فاهم. لا، منتخب الكرواتي كان عنده استقرار فني مع دالتش ووصوله للفاينل في 2018 في كاس العالم. أوكي. ولكن المشكله الحقيقيه اللي موجوده في المنتخب الكرواتي هو ارتفاع معدل اعمار اللاعبين. هيلحقوا بالظبط يعني بريزيتش بتتكلم برضو فوق ال 30، بتتكلم مودريتش نفس الكلام، عندك عدد كبير جدا من بروزوفيتش نفس الكلام. معظم اللعيبه في المنتخب البرتغالي خلاص تخطوا ال 30 وال 35، فبالتالي ارتفاع معدل اعمار اللعيبه اكيد لازم الكيرف بتاع المنتخب ينزل. وبعدين ما حصلش حاله تجديد دماء في الفريق مع دالتش، وانا اظن انه كان المنتخب الكرواتي محتاج تجربه جديده مكان دالتش عشان يقدر ان هو يغير شويه في الفريق والقوام الاساسي للفريق. كمان التدرج بتاع المنتخب الكرواتي، انا تخيلت منتخب كرواتي ممكن مع الوقت يجي ومع الوقت يتفرج على كرة احسن بعد المباراه الاولى منتخب المغربي، ولكن فاجئت ان قصاد منتخب بلجيكي كانوا وحشين جدا. حتى صار المنتخب الكندي برغم فوزهم برباعيه، الا ان المنتخب الكندي على فكره كان يقدر ان هو يخلص المباراه دي ويفوز. ما كسبش كرواتي غير الماتش ده في البطوله كلها بالظبط، ماتش واحد بس كسبانه لحد دور الثمانيه. والمنتخب الكندي تقدم في البدايه، ولولا خبرات لعيبه المنتخب الكندي القليله كان يقدر المنتخب الكندي انه يعمل حاجه قصاد المنتخب الكرواتي. تيجي بقى المنتخب اليابان ومباراه اليابان، انا كنت بشوف ان هي مباراه 50-50. المنتخب الكرواتي في بعض الاوقات استحوذ على الكوره، وبمناسبه على فكره واتفاجئت من الاحصائيه دي ان المنتخب الياباني معدل اعمار لعيبته على فكره عالي برضو زي المنتخب الكرواتي. عنده كذا لعيب بالظبط فوق السن، جاتوه كبار في السن. كبار في السن زي المنتخب الكرواتي واعلى كمان المنتخب الكرواتي، ولكن رغم كده ظهرت فوارق بدنيه واضحه جدا للاعيبه المنتخب الياباني على حساب لعيبه المنتخب الكرواتي. انا في ظني ان المنتخب البرازيلي قادر انه يتخطى المباراه دي، وبعدين لعيبه البرازيل عندهم حاله موجوده فنيه وروح موجوده جوه الفرقه انا مش شفتهاش من سنين. صحيح. يعني بيعملوا تيتي انه بيرقص مع اللعيبه بعد الهدف، ان اللعيبه عايزه تهدي بيليه في ظل مرضه وايامه الاخيره في الحياه، عايزين يهدي له كاس العالم. وجود دانيال الفيش مثلا في الاول انا كنت مستغرب ليه بضم دانيال الفيش، هو قال لك لا انا جايبه عشان يقدر ان هو يسيطر على اوضه اللبس معاه ويبقى قائد للفريق وبيشركه في بعض المباريات. كمان الروح اللي موجوده انه اشرك اخر مباراه ايدرسون، وبعد كده اشرك الحارس الثالث في المباراه الاخيره وهو ضامن ان المباراه خلصانه امام كوريا الجنوبيه. فالمنتخب البرازيلي عنده روح وعنده حماس وعنده حاله كده مش موجوده ما شفتهاش في البرازيل من سنين. فانا اظن المباراه مياله شويه للمنتخب البرازيلي. روي كين منتخب لاعب منتخب ايرلندا السابق، واحد من افضل اللاعبين في مانشستر يونايتد في وسط الملعب لو تفتكروه. طبعا قريت له تقرير النهارده ان هو كان بيتكلم عن ان هو عدم احترام البرازيل لخصومها، عدم احترام البرازيل لخصومها، وان شايف ان موضوع الرقص زياده عن اللزوم. يعني لو ترقص في جون اوكي، لكن في كل جون والمدرب يرقص معاك كمان، دي وجهه نظره. لكن هو ما تخلي الناس تفرح موجوده من طول عمرها. حتى تيتي رد قال ان هو عايز يفسد الحاله اللي احنا ما تخلي الناس تفرح وتتبسط. يعني عايز يرقص ما يرقص، لو هي دي ثقافته ما يعمل كده. نفسها كده من زمان البرازيل بتقوي نفسها بانه يعني اللاعب البرازيلي يا كابتن يعني ذهنيا صحيح. مش قوي قوي بره الملعب، فهو بالزبط. كل قوته جوه الملعب حتى ذهنيا فنيا، فهو عايز يعني يفرض عليك يفرض عليك يعني نمطه يعني حتى بيبيتو وروماريو في 94 الرقصه الشهيره طول لما عمرهم كان يعني جزء من الثقافه او جزء من الثقافه البرازيليه. يعني بما اننا بنتكلم عن البرازيل وكرواتيا، الاقرب البرازيل طبعا طبعا بدون شك. هولندا والارجنتين مباراه معرفش، انا الارجنتين بيفكرني بارجنتين 86 مارادونا. ارجنتين مارادونا مش ارجنتين حاجه تانية. يعني النجم الاوحد وكله النجم بيخدم الأوحد عليه لا وهو اللي شايل على كتافه. هو ميسي بشوف ان هو شايل على كتافه. قول لي كده مين بيلعب في على الرغم ان هو الاكثر او تاني اكثر لاعب مشيا في الملعب بناء على تقارير مش كلامي، لكن في الاخر هو اللي شايل الارجنتين.
طبعا. وكمان جيل 86 مثلا، يعني اللي احنا بنقول ان مارادونا كان جيل النجم الاوحد، ده في بروتشاجا وفالدانو وبراون. لا باتيستوتا كان جه بعد شويه، بس بروتشاجا فالدانو ريال مدريد. بروتشاجا ده يا جماعه بروتشاجا لعيب اسطوري، وفالدانو لعيب اسطوري. بريمن الباك ليفت، لا كانت في لعيبه كتيره جدا. بريمن بريمن كان المانيا. ده في براون. براون اللي جاب الجون الاخير، هو اللي جاب الجون الاخير في ماتش 3-2 بتاع المانيا 86. فلا هو كان جيل قوي مهيئ لمارادونا ان في الاخر خالص احنا هنتعب لك كل اللعيبه اللي قدامنا دي. ولكن سؤال الارجنتيني الحالي ان في فعلا فرق كواليتي كبير بين لعيبه الارجنتين ولاعيبه المنتخبات الثانيه. صحيح، في فرق كبير جدا. مثلا لو الباك رايت، احنا بنتكلم ناهويل مولينا ومونتيين مثلا، والباك ليفت ماركوس اكونيا وتاليافيكو. اي باك رايت وباك ليفت احسن في كل المنتخبات اللي اتاهلت بما فيهم منتخب المغرب، افضل من كل دول. صحيح. فميسي مش بس بيقود الفرقه، ميسي بيتلافى عيوبها كلها. حقيقة. يعني هو يعني بياخد الفرقه ويتلافى عيوبها، لان فعلا ما فيش حتى العناصر اللي كانت زي انخيل دي ماريا جاي مش جاهز بدنيا، لو تارو مارتينيز بيضيع كور كتيره جدا. الافضل ماريا، انما رودريجو دي بول ما قدمش مباريات كتيره اصلا مع اتلتيكو مدريد، ما بيلعبش. صحيح. كتير. فمثلا العنصر جوليان الفاريز مثلا اتخلق له كده البطوله دي ان هو يساعده. ومفيش دبالة. مع ان المساله ما كانتش مخططه، ديبالا ما فيش بيسخنه وما بينزلوش خالص. فالحاله كلها مهيئه ان فعلا نموذج 86 يتكرر، ولكن الكوره اشرس بكتير من زمان. يعني اللي عايز اقوله لحضرتك انه الفروقات كبيره جدا. فمثلا ماتش هولندا ده في مشكله كبيره ان كواليتي خط النص بتاعه الارجنتين ما فيهاش واحد زي فرينك دي يونج. مهما كان فرينك دي يونج افضل من كل لعيبه الارجنتين اللي في النص دي. فانك يا تفرض عليه ماتش ضرب صرف، ولما تفرض ماتش ضرب صرف على هولندا ترهق وتلعب البرازيل، تواجه بقى نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا. فعلى مستوى فعلى مستوى البطوله بشكل عام الارجنتين مش مبشره. الحاجه الوحيده اللي تخلي الارجنتين يعني حاسس ان عنده شيء مختلف هي ميسي، وده عنصر كفيل اساسا انه يحدث اي فرق. طيب مين الاقرب في الارجنتين وهولندا؟ انا شايف الارجنتين عشان ميسي. بعد كل الكلام ده انا شايف الارجنتين. بعد كل ده بعد كل ده بعد اللي احنا عمالين نقوله ده كله. لا ماتش استراليا، لكن المنتخب ماتش استراليا مثلا يا كابتن كانت استراليا كان ممكن كل حاجه تتغير. لا يعني 30 دقيقه استراليا كمان افضل، لحد ما ميسي ضغط في واحده. يعني ما عملش حاجه، هو ضغط بس. خلص. ضغط، خد الكورنر مشاها هو، ولو تشوف حضرتك اوتاميندي في الجون سلمها له وعمل كده. يعني هو عمل بايده كده، اتفضل كمل انت اللي انت العب. انا كده خلصت، انا كده خلصت. فهو 1-0 دي تيجي في اي منتخب. يعني اللي جه في استراليا ده اللي بين كل الثقان دي يجي في هولندا ويجي في البرازيل ويجي في حاجه خلص. هي لحظه تجلي لميسي تفرق في مشوار اي ماتش. فاعتقد انه ممكن يحصل في هولندا قدام البرازيل. صح. المنتخب الهولندي برضه بسرعه، المنتخب الهولندي منتخب كبير قوي على فكره، ورغم انه اداؤه في دور المجموعات ما كانش هو المنتظر. حتى كان فان خال بيتعرض لانتقادات كبيره جدا، ولما سئل في احد المؤتمرات الصحفيه عن اداء هولندا فقال له لو مش عارف اتفرجش خلاص، اما تتفرجش وما تمشي وسيبوني امشي واعمل. وده برضه اتنرفز بسرعه يعني جدا. ولكن في اداؤه في مباراه امريكا الراجل كان عارف ان منتخب امريكا عنده سرعات كبيره جدا، ساب الاستحواذ لامريكا. لدرجه المنتخب الامريكي هتلاقي نسبه الاستحواذ في الاحصائيه المباراه اعلى بكتير جدا، وبرغم كده ما كانش فيه كرات خطيره على المرمى. صحيح. بس بيستغل فيها مثلا سرعات دومفريس واحد من احسن اللعيبه في البطوله، الباك رايت، وهو بيلعب بثلاثه ورا في القلب، فبيدي حريه دايما لدومفريس. هتلاقيه دايما جناح طاير، وهتلاقيه حتى في كره الجول الثالث هو زايد عند السكس يارده، بيتسحب من ورا اللعيبه. بالظبط، بيتسحب من ورا اللعيبه، وصل للسكس يارده لوحده خلاص، حطها جول. أيوه. مع كمان وجود ديباي، رغم انه طبعا جاكب هو واحد طبعا من هدافي البطوله ورا مبابي، ولاعب يعني هو ناشئ ايندهوفن دلوقتي، اوروبا كلها بتجري وراه، مانشستر يونايتد. ولكن الماتش اللي فات ادى لديباي، وفاجئنا انه بيبدا باثنين فراوده قصاد منتخب امريكا. قدر يستغل السرعات بتاعتهم ويلعب كوره في ظهر منتخب امريكا، قدر ان هو خلاص يخطف المباراه رغم عوده امريكا. ولكن الجول الثالث بتاع دومفريس كان انهى المهمه. انا اظن ان منتخب هولندا هيكون صعب قوي على الارجنتين لكذا سبب، انه التكتيك والشغل اللي بيعمله فان خال ممكن قادر ان هو يدمر دفاع المنتخب الارجنتيني. يعني لو شفنا الجونين بتوع مباراه امريكا، الكورتين بالكربون متذاكر، مذاكر الكوره، عارف ان هو بتتلعب على ال 18، حد جاي من ورا بيشوطها، بليند واحده وديباي واحده. فمنتخب الهولندي عنده من العناصر التكتيكيه اللي قادره تنفذ اكتر. فان خال هتتعب جدا المنتخب الارجنتيني. يعني برازيل وارجنتين، انا شايف برازيل وارجنتين في نص النهائي. هو 50-50، انا اتمنى ميسي بس انا ميال لهولندا. برازيل وهولندا. انا ميال لهولندا برضه. بالمناسبه مش ميال، انا شايف فنيا هولندا فنيا بالمناسبه لويس فان خال ميال لميسي. طبعا لويس فان خال بيلعب المونديال الثالث. لويس فان خال بيلعب المونديال الثالث، لم يتعرض للهزيمه في كاس العالم على الاطلاق. أوكي. بيخرج من كاس العالم دايما بركلات الترجيع على ايد خصم لاتيني. برضه البرازيل يعني هو عايز يرجع في 98 والارجنتين في 2014. عموما خلاص اتعرض للخساره ابدا في المونديال. المغرب والبرتغال، احنا قلنا ان البرتغال ولا المغرب؟
يعني حاسس ان البرتغال حظوظها اكتر، بس اتمنى المغرب يعني يجد فرصه في الماتش. اصابات لعيبه المنتخب المغربي والحاله البدنيه اللي هيكونوا عليها ما اظنش ان هي تسعفهم ان هم يعدوا البرتغال، بس يعملوا مباراه كبيره ما فيش شك. يعني اتمنى البرتغال. والله يعني انا اتمنى المغرب يلاقي، كلنا نتمنى، بس فعلا فعلا هو خصم ممكن يعقدهم لو رجراج لعب بنفس الطريقه، خصم يكون معقد جدا. انجلترا وفرنسا ماتش صعب قوي. بمناسبه المنتخب الانجليزي ليه الافضليه على المنتخب الفرنسي في البطولات المباريات الرسميه. يعني انجلترا كسبت مرتين على المنتخب الفرنسي في المباريات الرسميه، وده اللي عشان كده الصحافه الانجليزيه بترجح فكره ان منتخب انجلترا قادر يفوز. ولكن اخر اظن 8 سنين او 7 سنين المنتخب الانجليزي ما فازش على منتخب فرنسا، وبالتالي دي هتبقى كسر عقده بقالها سنين. لا طبعا المنتخب الفرنسي منتخب صعب وكبير رغم النقص العدد الكبير اللي عنده، بس مبابي برضو مع جيرو الهداف التاريخي قادرين يعملوا حاجه. والناحيه الثانيه برضو لا يعني فرقه كبيره قوي، طبعا ستيرلينج بره ففودن هياخد، ودي حاجه برضو اكيد بقت الفرنسيين يعني. بالمناسبه ستيرلينج النهارده طلع التقرير للشرطه الانجليزيه ان ما كانش في حد في البيت ساعه السطو اللي كان متعرض ليه، وده بينسي في الروايه كلها، ممكن يعني بيطرح تساؤل في المعسكر الانجليزي. حتى ديلي ميل اتكلمت النهارده ان الاتحاد الانجليزي مش هيعتمد اي روايه قالها اللاعب، مش هيعتمد اي روايه قالها ساوث جيت بخصوص تغيبه وعودته لانجلترا الا لما يطلع تقرير الشرطه الكامل حوالين الحادث. فمشكله كبيره بتطرح في منتخب انجلترا، بس قبل مصلحه قبل الماتش. مصلحه 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 للي بيحب الانجليزي. فودن مع ساكا مع لان فودن عامل حاله تانية خالص، هو كان بيلعب ستيرلينج على طول. بالظبط. طيب يعني هناك البرازيل وهولندا الاقرب، برازيل والارجنتين بالنسبه برازيل والارجنتين. طيب البرتغال وفرنسا صعب قوي الاختيار، بس ممكن انجلترا مش عارف يعني. انا خلينا نميل للعنه فرنسا دايما بعد ما خدت 98 طلعت من الدور الاول. انا المغرب وفرنسا. المغرب وفرنسا، انا المغرب هيلاعب فرنسا، هيبقى ماتش يعني ماتش على التاريخ. المغرب وفرنسا يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لفرنسا يعني. يا رب تاريخ المغرب طبعا. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا للمنتخب المغربي. احنا متعودين على المنتخب المصري، لكن طبعا منتخبنا برضو المغربي لانهم يستحقوا الحقيقه هذه الوقفه، وهذه الوقفه الرائعه من كل العرب الحقيقه، وكل الافارقه هيبقوا في ظهر المنتخب المغربي. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. شكرا يا احمد على وجودك معانا. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم يوم الاحد طبعا، وحلقه جديده من البيت الكبير.